طبعا يعني هاي بتعتمد على قديش المريض مسيطر على السكري. في علاقة مباشرة بين الإصابة بالعيون وبين السنين للسكري عند المريض، يعني كل ما زادت سنين السكري عند المريض كل ما زاد احتمالية أنه يصير معه تأثيرات من السكري. وما بكونش في عوارض في أول سنين، يعني ممكن المريض ما يحس ولا بإشي، ممكن يقعد ممكن يحس ممكن يقعد 10 سنين، ممكن يقعد 7 سنين. عادة أول 5 سنين ما ندر يصير في تغيرات من السكري، لكن المريض اللي بيكون عنده النوع الثاني من السكري اللي هو اللي بيحصل على عمر 40 سنة بكونش يقدر يعرف 100% متى بلش معاه السكري، يعني يمكن يكون صار له السكري عنده 2 3 سنين وهو مو منتبه على حاله، يعني لما تشخص ما كان أول يوم صابه السكري. مشان هيك لما يصير معاه سكري، أي شخص عنده سكري ومن السكري اللي بيصير مع الناس اللي بالعمر الكبير اللي هم فوق الأربعينات لازم يكون له فحص سنوي عند دكتور العيون، فحص دوري سنوي دوري لدى طبيب العيون. هلا بالنسبة لنوع السكري اللي بنسميه سكري الشباب، هو احنا في عنا نوعين سكري، في عنا سكري الكبار اللي هم بيصيروا فوق الأربعينات، في عنا وفي عنا سكري الشباب. سكري الشباب بيحصل في ناس اللي هم صغار، ممكن يصير في مرحلة الطفولة، ممكن يصير في مرحلة المراهقة. هدول عادة أول سنين ما أول 5 سنين ما بيصير معاهم تغيرات من السكري، لأنه ببين معهم على طول إنه بلش معهم سكري، لأنه بيصير فيهم يعني ببين عليهم أعراض أكثر من الكبار، وبالتالي بتشخصوا بسرعة إنه عندهم سكري. عادة أول 5 سنين ما بيصير معهم تغيرات، بعد 5 سنين لازم يبلشوا يفحصوا عند دكتور العيون كل سنة، أو عادة في عمر اللي هو سن المراهقة. يعني أي واحد عنده سكري صغير لما يصير عمره 12 ل 13 سنة لازم يبلش يروح على دكتور العيون كل سنة يفحص فحص دوري. لأنه ممكن بعد 5 سنين يصير معه تغيرات من السكري. أوكي، هاي يعني عرفنا أول نقاط إنه إحنا بعد عمر 12-13 بدنا نبلش فحص دوري لدى طبيب العيون مرة بالسنة لسكري الشباب. هذا لسكري الشباب. طيب المرضى عموما، المرضى عموما كل واحد بتشخص إنه عنده خلينا نقول بدون سكري بدون إشي، فحص الدوري، في فحص دوري للعيون؟ يعني هو يعني فحص دوري ما في 100%، بس يعني إذا الواحد صار عمره فوق 40 لازم يفحص عند دكتور العيون على المرة واحدة. أول إشي مشان يتأكد إنه ضغط العين طبيعي، ويتأكد إنه نظره طبيعي وما فيش عنده مشاكل، لأنه أغلبية مشاكل العيون بتصير عند الناس بعد سن 40 اللي هي مشاكل اللي هو مش حاسس فيها. طبعا إذا التهبت عينه رح يروح على الدكتور، أما إذا أو إنه عنده قصر نظر أو طول نظر. أما نقول واحد ممتاز ما ماله إشي، يفضل لما يصير عمره 40 سنة يفحص عينه ويفحص ضغط عينه ويتأكد إنه ما فيش عنده مشاكل مخفية ما بتبين إلا لما الدكتور يلاقيها. طب إمتى لازم مريض السكري يراجع طبيب العيون؟ متى يعلم مريض السكري انه هلا حان اول ما يتشخص انه عنده سكري لازم يروح اول مره عند دكتور العيون من اولها من أول تشخيص من اول التشخيص. يعني المفروض دكتور الباطنيه لما يشخصه انه عنده سكري يقول له انت لازم تروح عند دكتور العيون تفحص اول مره، وتكون هاي بيز لاين يعني اساس لك، وتصير كل سنه تفحص مره. طبعا هو مش فحص عادي، فحص العيون عند دكتور العيون بيختلف عن اي دكتور عادي. عند دكتور الشبكيه لازم يتوسع ببو العين ونطلع على الشبكية بكل أنحائها، يعني توسيع حدقة العين مهمة مشان نطلع على الشبكية ونشوف كل أرجائها، ما فيش محل يكون يعني مست أو منسي. طيب إذا بدنا نقول دكتورة ما هي أمراض سكري، أمراض العيون لمرضى السكري؟ هلا طبعا أهم شيء إنه مريض السكري اللي بتتأثر عنده من السكري هي الشبكية. طبعا مرات العدسة بتتأثر. كيف؟ إنه مثلا الناس العاديين ممكن يسيبهم مي بيضة على عمر مثلا 50 أو 60 أو 65، يمكن مريض السكري يصيبه مي بيضة على عمر أقل، فهو احتمال إنه يسيبه مي بيضة أكثر من غيره. بس إحنا يعني هاي ما بكتير، يعني أوكي بتصير مي بيضة مش مشكلة كبيرة عنا. إحنا المشكلة اللي بتهمنا إنه يصير عنا تغيرات على الشبكية، على شبكية العين. تغيرات على شبكية العين. وهاي في لها عدة طبعاً. فصائل. طيب قبل ما نبلش بالفصائل بدي أخذ اتصال معنا أبو خالد. بدي أخذ اتصال معنا أبو خالد. أبو خالد وطي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. من التليفون. اسمعنا من التليفون. أوكي دكتور. تسلم. أهلاً. كيفك؟ أهلاً وعليكم السلام. تفضل. الله يخليك. أمسي عليك وعلى الدكتور الطيب البركة. الله يخليك. وأشكركم على البرنامج الطيب يا سيدي. تسلم. تفضل أبو خالد. هاي الدكتورة ريهام. أنا عبد لله عملت عملية لعيني، كان عندي مي بيضة وحطوا لي عدسة، وبعد حوالي أقل من شهر رجعت زي ما كانت أول،
بدك احكي لك اي مستشفى بحكي. عملوا العمليه، قالوا هاي ضربت شبكه. ليش عملت شبكه؟ وصارت عندي شبكه، بطلت اشوف المران. عملوا لي عمليه ثانيه والثالثه نفس المستشفى، رجعت عندهم ثلاث عمليات. وبعدين احد الدكاتره الافاضل عمل لي اربع عمليات بعمليه واحده، ولا ازال بشوف فيها. بالمره هاي السنه الثالثه صار لي في ان بشوف فيها بصيص من النور من جهه اليمين، لانه حطوا لي فيها سيليكون وغاز السيليكون. طيب يا عمي انا بس عندي كانت مي بيضه، ليش صار هيك؟ رحت على المدينه الطبيه كمان، قالوا لي ماخذوش الشبك، ماخذوش. ارجع على اللي سويت عندهم، وحطيت مصاري وحطيت، والله بعلم انا حالتي احفظ الله. وهي السنه الرابعه تقريبا وانا قاعد بدار لا شغله ولا عمله، وانا عندي مسؤوليات الله بعلم اجل فيها. طيب استفسارك، في امل انه ترجع عيني زي اول. استفسارك الطبي ابو خالد، تعيد لي اياه سؤالك. سؤالي عيني بعد ما حطيت عدسه مي بيضة كان، شالوا المي البيضة وحطوا عدسه، بعد حوالي 20 يوم بالضبط بطلت اشوف، رجعت المي في عيني زي اول. لما رجعت قالوا الشبكه مضروبه، خدش الشبكه. طيب سؤال، شو العمليات عملوا لي يا دكتور؟ طيب السؤال، كيف ممكن كيف ممكن يساعدك؟ ترجع او لا؟ هل بيرجع لك البصر او لا؟ خليني اسال الدكتور رهام اذا بتحب تسالك اي شيء طبي، معلومات طبيه. اول شيء بالنسبه لمشكله السيد خالد، انه صار معاه مشاكل بعد ما عمل عمليه المي البيضاء. ممكن صار معاه انفصال بالشبكيه بعد عمليه المي البيضاء، ممكن. وهاي وارده، هاي وارده انها من المضاعفات اللي ممكن تصير بعد هاي العمليات. ممكن انه كان عنده انفصال قبل عمليه المي البيضاء، وبعد ما قاموا له الميه بينت انه كانت مفصوله تحت الميه وهم مش منتبهين. طبعا انفصال الشبكيه بعد عمليات المي البيضاء زي هيك بصير فيه مضاعفات، بس يعني ممكن هو من الناس اللي مش محظوظين وما زبطتش معاه او ما تحسن بعد ما عملوا له عمليات كبيره زي ما هو بيحكي، بس موجوده هاي المضاعفات وبتصير. يعني مش انه ما بتصير، بس لهاش علاقه مباشره يعني مع مثلا مع موضوع السكري طبعا. بالضبط. بس هي من احد المضاعفات اللي بتصير نتيجه العمليات، وهاي يعني فيها حظ. دائما اي عمليه بالدنيا فيها حظ، دائما بنحكي يا رب وقف معنا يا الله مع الدكاتره. بالضبط. يعني احنا بنرجع بنقول الطب مش سحر، مش قوة خارقة، هو من ضمن قدرات البني آدم انه يساعد. ابو خالد يا رب انه يكون في حل، بس احنا بنعرف يعني انه فعلا لما تفصل الشبكية او لما تنقض الشبكية شبه بتتحسن مرات. في ناس بيزبطوا معاهم، بنعمل عمليات وبنعملهم قصائص زجاج، بنحط لهم زيت بتحسنوا حسب وضعه، حسب الحالة. يعني هاي حالة فردية مش حالة عمومية. يعني ممكن بهاي الحالة انصحك انك تاخذ استشارة من اكثر من اخصائي عيون قبل ما تعمل اي شيء ثاني. خذ اكثر من راي طبي وشوف، يعني شوف اربع دكاتره بس كاستشارات طبيه، وعلى اساسه اللي بيجمعوا عليه يكون هو القرار الاصوب يعني، يمكن او الاحسن. معلش دكتوره، كمان اتصال لانه بلشوا بدري الناس يحكوا. معنا محمد، تفضل محمد انت على الهواء، تفضل محمد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، اهلا. أهلا دكتور. أهلا وسهلا. كل أخ قبل أحكي دكتورة. تفضل، هاي الدكتورة هي معك. الله يسلمك. أنا عمري 66 سنة. 66 سنة. فجأة صار على عيني غباش وفي إشارات تيجي عليها، فراجعت الدكتور وعطوني قطرة وبدون فايدة. كيف يعني إشارات؟ كيف إشارات عم تسألك الدكتورة ريهام؟ يعني شو بتقصد بإشارات عليها يعني؟ سيد محمد؟ نعم. عم تسألك الدكتورة ريهام سامعها؟ نعم. سامع الدكتورة ريهام؟ أيوة. يعني في غباش عليها يا سيد؟ بصيبني بعض أوقات غباش، إشارات بتروح. وعطونا قطرة ولغاية الآن بعدها. يعني أنت بتشوف أشياء بتتحرك قدام عينك زي غباش، زي ذبابة طائرة أو زي خيط أو شغلة زي هيك؟ سيد محمد؟ نعم نعم. هاي الأشياء اللي بتشوفها قدام عينك يعني زي هي عبارة عن خيالات بجسم الزجاجي للعين، وليست يعني إشي حقيقي أنت بتشوفه، هي خيال على الشبكية، لأنه جسم الزجاجي بعد عمر معين بتميه وبعمل زي والله جديد حصلت معي.
ما هي جديدة بتحصل مع الواحد عادة، يعني بتصير بين عمر الخمسين والستينات، إنه بصير في انفصال بالجسم الزجاجي وبيعمل زي ذبابة طائرة أو زي خيالة هيك أو زي خيط قدام العين، وبحد ذاتها هي ما بتخوف، بس المهم إنه واحد يفحص أطراف الشبكية ويتأكد إنه لما فصل الجسم الزجاجي ما شد على الشبكية وعمل ثقوب بأطراف الشبكية، هي خيال على الشبكية ومش إشي يعني حقيقي إنه إشارة أو خط أو زي ما أنت بتشوفه. فمشان هيك ما إله حلة جذرية، وبعد فترة بخفت بطل أنت تشوفه زي أول، بس هو خيال مش إشي حقيقي وبحد ذاته ما بخوف. المهم إنه يفحص أطراف الشبكية، إذا أطراف الشبكية كانت سليمة ما في مشكلة من مرة، ما بنعمل إشي. الدكتورة حكت لي قالت ما في شيء. هي بس عرفتي الأطرة قالت لي لا تأثر هاي، ولغاية الغباش موجود. أحكي لك الأطرة ما بتحسنها لأنها هي عبارة عن خيال على الشبكية، انت اذا اهملته هذا الخيال وما ضليت تدور عليه، اذا طلعت بالفضاء بتشوفه اكثر، فما تحاول ما تضلك تدور عليه، ما تركز على هذا الخيال، تركز عليه بعاود يخفت مع الزمن. هو انفصال بالجسم الزجاجي وليس مرض، يعني عند كثير ناس فيه. اها بدك تحاول اللي بحسن، بتقول لك الدكتور ريهاب اللي بحسن من الحاله انك انت ما تركز على هذا الخيال، بس هو موجود بتشوفه بطرف عينك، بتشوفه بالنص، بتشوفه باي مكان، حاول انك ما تعيره اهتمام او تركيز انك تدور عليه، حرك عينك بهذا الاتجاه. اهم شيء بس تكون مشيك عند الدكتور انه اطراف الشبكيه سليمه وتشيك. هو بعين اليسار بيجي مش باليمين، بعينك اليسار. وبتقول الدكتوره ريهام ضروري انك تشيك عند طبيب العيون انه اطراف الشبكيه لم تتاثر، اوكي؟ هاي نصيحتها لك. بس هذا اذا هذا مش متاثر اطراف الشبكيه ان شاء الله خير وما في مشكله وبتكمل حياتك بشكل طبيعي. طيب شكرا، سلامتك على السلامه. رح ناخذ كمان اتصال واحد ورح نعتذر، رح نوقف الاتصالات شوي ونرجع لدكتور ريهام عشان تكمل لكم المعلومه اليوم، اوكي؟ احنا بس نقول عيون ما بيسكتش التليفون على فكره بالهداك اليوم. كمان اتصال تفضل.